السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. اليوم باش تكون عندنا مقابلة خاصة والأولى من نوعها مع الأخت سكاي من الجزيرة العربية. أهلا وسهلا سكاي. أهلا أخ كريم. أهلا. أولا أشكرك على قبول الدعوة لهذه المقابلة الخاصة التي سوف نتكلم فيها عن وضع المرأة بصفة عامة وطريقة التنوير والمجتمع في الجزيرة العربية بصفة عامة، يعني من غير تحديد، مع الأخت سكاي من داخل جزيرة العرب. أتمنى يعني أنه يكون طرحي معك وكلامي معك يكون مفيد للي تستمع من بنات شبه الجزيرة العربية، من السعودية، من الخليج، أنه يعني طرحي يكون على الأقل نقول يعني بوابة، لأنه تكون البنت أكثر تفتح وأكثر وعي وأكثر تنوير مستقبلا، خصوصا يعني إحنا مثل ما عارفين يعني ما حد يعرف المستقبل، وغالبا يعني حيكون أسوأ صراحة. فأتمنى أن يكون كلامنا مفيد للمستقبل، للتنوير والتوعية والتربية. نعم، إحنا نتمنى كل الخير لأهل الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وكل ما يسمى بين قوسين العالم الإسلامي الذي يعيش في ظلمات الجهل والتخلف مع الأسف. أول سؤال أسأل لك هو كيف بدأ الوعي وبأي طريقة في منطقة الجزيرة العربية أو شبه الجزيرة العربية؟ طبعاً النت عندنا، يعني أنا اللي أعرف أنه مطلع الألفين بدأ يدخل النت عندنا، النت السريع العالي المعقول، يعني من بدايات المطلع الألفين. فبدايات كانت أنا أذكر في المنتديات، طبعاً كان تحفظ شديد وكان يعني نقد شديد للي حاولوا بسيط يعني يحاول ينور. بعد المنتديات جانا الفيسبوك، طبعاً الفيسبوك ما كان صراحة التأثير، أنا أضمن لك يعني ما أن السعودية هي مؤثر أكثر على الخليج، لكن تقريباً أنا أقدر أقول من 2011 وطالع تويتر كان السبب الأساسي للتنوير وللتوعية الشعب السعودي. أنا في حياتي ما قد شفت قفزات في الوعي والتنوير كثر ما سوى تويتر فينا. الطائر الأزرق 108 حرف، لكن كان الموقع يعني يجمع أكبر شخصيات تنويرية أنا شفتها في حياتي، أكبر شخصيات أنا ما كنت أتوقع في حياتي أنه ممكن تكون أصلاً بين في المجتمع السعودي. القرآنيين، الملحدين، الربوبيين، أصحاب الوجهات العلمية، النظرات العلمية، أصحاب الفكر المختلف. يعني في حياتي ما قد شفت يعني نقد صريح شديد للتوجه الوهابي والصحوي عندنا في السعودية مثل ما صار في تويتر. يعني الآن صار بفضل تويتر يعني شدة تنويره علينا كشعب سعودي، الآن صار المطوع محل نقد وزي السلام عليكم، هالكلام نحلم فيه قبل 2011. فأقدر أقول السوشيال ميديا هي يعني الدرجة الأولى في التغيير، لأن زي ما تعرف إحنا يعني صراحة شعب القراءة يعني عندنا منخفضة جدا، الوعي اللي يكون عن طريق القراءة جدا منخفض. فالشكر لتويتر بالذات يعني من ضمن السوشيال ميديا بشكل عام. هل معناتها الأشخاص التنويريين اللي موجودين على تويتر هل كانوا من الخليج نفسه أو من منطقة؟ نعم، سعوديين وقبيليين بعضهم، أنا ما أقول كلهم لكن يعني جزء منهم وأغلبيتهم أنا أتكلم مؤثرين جدا، سعوديين وقبليين جدا يعني. وهم أصلا يعني بقول لك شيء، قدرة التنوير الشخص على تأثير على المجتمع هو قدرة كثرة يعني معاشرته للمعاناة والتخلف اللي كان فيه. أغلبهم كانوا على فكرة، حتى بعضهم كانوا مطاوعة زي ما نقول، بعضهم كانوا متدينين وبعضهم كانوا حتى مجاهدين سابقين، يعني لهم سوابق يعني شديدة. فتحولوا من شخصيات متشددة إلى قرآنيين، إلى ملحدين، إلى ربوبيين، إلى بعضهم تنويرين فقط. يعني تلاقي لا زال على الإسلام، بس لا زال عنده نقد، يعني نقد للمظاهر السيئة في التراث الإسلامي ينقد فيه. ففي أنواع، بس أنا أؤكد لك أن أغلبيتهم فعلا سعوديين. وكانوا هل كانوا يظهرون بشخصيتهم وبتعريف بذاتهم أم كانوا مختلفين؟ لا 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 طبعا لا طبعا لا لا أفكار هذيك مخيفة، يعني أنت ما تقدر حتى تصرح فيها في المجلس مع أبوك حتى. فبس أنا يعني أضمن لك الشخص اللي كان يعني وحيد اللي يعني طلع بصورته، اللي هو ذا تعرفونه، شخص اسمه نايفكم.
هذا طريقة نقد ذكية بشكل مروع، ينقد بس عن طريق يعني طرح الفكرة يعني، وانت تشوفها وتقبلها، يا تشوفها صح يا تشوفها غلط. فالشخص الوحيد اللي أكد هو شخص واحد فقط، البقية لا كانوا في يعني في حسابات يعني مش باسمهم، بس احنا نعرفهم يعني انهم ابناء قبيلة ولهم سوابق يعني مع ماضي سيء والى اخره من الامور دي. يعني انتم عندما تسمعوا واحد معناته من الخليج يحكي ولو حتى يعني ما اظهر صوته، تعرفوه من اي قبيلة تقريبا، من لهجته او من لكنته او من اي عليك نور، ولما هو يوصف ذكرياته ففي ذكريات في مواقع معينة يعني نعرف ان هذه الناس كذا لناس فترة. طبعا الشعب السعودي بما انه كان منكبته وضغط على نفسه في يعني في قوقع الحالة تقريبا متشابهين حنا بنفس نمط الحياة، بس انا اعرف انه يعني بينهم بعضهم كان بينه دايركت، ولما يوصف لك مثلا وصف قبلي معين او يوصف لك وصف، هذا يدل على انه من منطقة معينة، من يعني من جهة معينة، من منطقة معينة، من قبيلة معينة. فكسعودي انا اميز بينهم طبعا، أعرف من هذا من قبيلة من هذا من إلى آخر الأمور دي. حبيت نعرف أنت معناتها كشخص كيف معناتها وقعت لك الصدمة يعني وقت تعرفت على العالم الخارجي، يعني نقول إن اللي يعيش داخل الخليج وخاصة في منطقة السعودية إنها معناتها عبارة على سجن كبير لا يعرف لا يعرف ماذا خارج العالم، يعني يظنوا أنفسهم هم فقط، فهمت؟ يعني رغم انه صح والحجاج ياتون من كل العالم يعني من كل مناطق العالم، ولكن يبقى بصفه خاصه السعودي لا يعرف كيف يعيش بقيه العالم. نحب نعرف انت شنو ردت فعلك وكيفاش بدات هذه ردت الفعل. البدايه ما انا ما انكر ان كان الموضوع صدمه عاطفيه بالنسبه لي، بس الصدمه العاطفيه اعطتني اسئله كنت دائما اتجنبها وما كنت اعطي لها بال. بس لما انا صادف اني تعرفت على بنت واحده من بنات مطاوعه قريتنا، ابوها مطوع معروف جدا، فشفت دخلت حسابها في تويتر، شفتها قاعده تتكلم عن شخصيات قرانيه. الشخصيات القرانيه انا صراحه قاعده اشوف طرحها طرح منطقي جدا، لما ينبذ لك او ينقد لك التاريخ الاسلامي ينقد بطريقه معقوله صراحه، لما تجيب لك حديث هو ينافي ايه يعني واضحه وصريحه خلاص ما معناته في خلل في الحديث. فبدايتي كانت صراحه على فكره انا كنت متشدده وكنت ارفض يعني هالامور دي، يعني كيف ايش يعني حديث تنقد حديث يعني من قوه التخلف كنت اما يعني اشوف ان الحديث يعني هو القران سواء. فالمهم ان بدايتي كانت تعرف على القرانيين، بعد ما تعرفت على القرآن صراحة بدأت أسأل، بدأت أتعمق أكثر، بدأت أقرأ عن الفيزياء النسبة شو اسمه النسبة الكمية، أيوة، وال شو اسمه التطور اللي بين الحيوانات وبالإنسان، وكيف إنه ممكن تكون نشأة الإنسان زيه زي أي حيوان عادي، يعني مش أنا محور الكون، مش أنا الأساس كإنسان في هذا الكون، إنه ممكن أكون زي أي حيوان ممكن يخلق ويتطور ويندثر. فلما بدأت أسأل يعني بدأت أعطي نفسي فرصة في إني يعني ما أعاقب نفسي ولا أحس بالغلط في إني أسأل أسئلة هذه، وكان فضل القرآني على فكرة اللي بتويتر. بعدها صراحة بدأت أنا بنفسي أبحث، يعني بدأت أقرأ لمحمد وأسمع محمد شحرور وأسمع له، بدأت أقرأ كتبه. فصراحة اكتشفت إن القرآن للأمانة يعني لا يمكن إلا أن يكون نتاج الأديان الإبراهيمية السابقة. أنا أتكلم عن بحث الخاص اللي أنا شفته واللي قرأته وسمعته، فبعدها خلاص أدركت أنه الإسلام زيه زي أي دين ثاني، خذ الزين منه يعني كحكمة، الحديث اللي تطلع منها زي الحكمة، خذ يعني الزين واترك الشيء. بالنسبة لي أنا يعني في قناعة أن الإسلام يعني صراحة أسلوبي هذا مو هو الصحيح، لكن هذا اللي أنا أقدر عليه في مجتمع زي مجتمعي. فمثل ما قلت لك بداية تنويري كانت عن طريق تويتر. وأنت معناتها بعد لا معناتها بديت تكتشف يعني هذه الأمور وشفت العالم الخارجي، شنو كانت يعني كيفاش وليت تشوف المنطقة اللي أنت تعيش فيها؟ أدركت أن المشكلة المشاكل اللي إحنا فيها كعرب ومسلمين هي مسألة فقط بقعة جغرافية اللي أنا فيها، غير كذا اكتشفت أن العالم فعلا مختلف. اكتشفت أنه أحلامي اللي أنا في دماغي اللي كنت أفكرها بس ما تتجاوز فكرة إنها حلم، لا هي واقع بس في عالم غير عالمنا. لما اكتشفت إن تعاستي فعلا عبارة عن موقع الجغرافي اللي أنا فيه، قد ما حسيت بالتعاسة قد ما حسيت بالفرح، إنه يعني الأشياء اللي أنا فكرتها حلم وفكرت إنه ممكن ما تصير في الحياة
اكتشفت انها لا هي حياة طبيعية خارج بقعة السعودية، وهي وهذا طبيعي، والتعاسة اللي انا فيها مو لاني انا انسانة سيئة ولا لانه انا مسلمة فلازم اكون صبورة على الضيم والقهر، لا، دلالة على المرض النفسي اللي سبب لنا الدين والتركيبة الاجتماعية للسعودية ك يعني صراحة مسبباتها الدين، يعني منها الصحوة اللي صارت لنا في الثمانينات. فعلا تغيرت نظرتي، فعلا بدأت أفهم أنه لا إحنا كسعودي محور للإسلام ولا محور العالم، ولا أحد ناوي يتقصدنا، ولا أحد يعني شايف أن الإسلام ما هو العدو الأكبر للعالم الأمور هذه. أنا فعلا تغيرت نظرتي من ناحية أنه أنا كسعودي مش محور للعالم، يعني الكفار اللي ناويين علينا كمسلمين، ولا أنا المسلمة الوحيدة الصحيحة لأني جاية من السعودية. هذه بتكلم عن بداياتي طبعا مع نظرة اللي يعني المسلمين الآخرين غيرنا كسعوديين. حبيت نسألك سؤال يعني جاني الآن على البال، هو كيف كانت معناتها عندما كنت أنت معناتها قبل ما تتنور وقبل ما تنفتح عن العالم، كيف بالنسبة لك الحياة بالنسبة لك؟ شنو كانت أحلامك كإنسانة يعني؟ للأمانة زي بنت سعودية غالبا تربى أنه يعني خلاص، أو خلينا نقول يعني صراحة أي بنت عربية، الزواج، أخلص دراستي، أتوظف، وأربي وأخلف، يعني الأمور السطحية هذه صراحة أنا أشوفها بالنسبة لي تعتبر سطحية، يعني هذا مو واجبي ولا هو أنا هذا المقدر لي صراحة. فكنت بسيطة يعني صراحة، أشوف أنه أخلص من دراستي وأتزوج خلاص وخلف وسلام. إذن معناتها هذا هو معناتها أقصى حلم المرأة السعودية هو الزواج وأن تنجب أطفال. طبعاً على فكرة هذا تربية بعد، هذا إحنا ربونا إحنا صغار، نحن الفراش للتفريخ، هذه الحقيقة. طبعاً، وعلى أي شيء تربي السعودية أو الخليجية أطفالها؟ كيف تربي أطفالها من الصغر؟ أول شيء الصلاة. عندهم أن الدين يعتبر في هذا في قمته، وفي قمة تعتبر أنت محل تزكية، وتعتبر محل نبي، كل ما كنت أقرب لأنك تطبق الصلوات الخمس يوميا في وقتها. فعندها أمي أنه خلاص يعني يا رب ولدي مصلي مقيم. طبعا احنا نعرف أن الصلاة بمفهوم وهي الصلاة اللي حركات الحركية، مش الصلاة اللي هي الاستقامة الأخلاق الأخلاق. فدام ولدها يصلي أهم شيء في وقتها خلاص، هذه تحس أنها يعني ربت. ثاني شيء للأسف ما تربي أولادها على الوعي، غالبا راح تربي ولدها أنه هو اللي يتحكم في أخته، وهو اللي يضربها، وهي اللي راح يكون ولي عليها. ثالث شيء ما في شيء اسمه تربية على القراءة أو حب القراءة، يعني مثلا ما قد أذكر حتى بنات قريبات الجيل الجديد يربون عيالهم على أنه هو اللي بتسلط، هو اللي فوق أخته، وما أذكر أنها تكلمت مع ولدها على أنه مساوي لأخته. أو خلينا نقول صراحة معلش إحنا ما نكون حالمين أكثر من كذا، ما حتى يربونهم على القراءة أو حب القراءة. ما في شيء اسمه مثلا لا كبرت يا ولدي إن شاء الله بخليك إن شاء الله زي السند لي وزي الظهر لي. مفهوم السند والظهر حتى بالنسبة لها أنه يوديها ويجيبها ويطلعها ويخرجها، مو أنه يكون سند لأهله في نظرة المجتمع السلبية مثلا، في أنه لا طبعا راح يماشي المجتمع، سبب تربية أنه راح ولدي يماشي المجتمع، راح يدوس على أهله عشان المجتمع. وكله في النهاية متأكد من أنه نتاج تربية الأم، لأن متأكد من أن لها اليد الكبرى في تشكيل عقلية أطفالها، منهم الولد اللي هو الآن يصير شاب ويصير رجال ويكبر يتحكم ويطين حياتنا كإناث كامرأة في البلد. فأنا من قناعتي معلش بس أنه المرأة السعودية بالذات لو تغيرت نظرتها في نوعية التربية والتوعية لطفلها، لأن تعرف أن الأم هي أقوى مؤثرة على طفلها، معناته خلاص إحنا ضمننا على الأقل جيل شوي واعي شوي متنور. لا شافت ولده مثلا قال يمه ليش فكيتي مثلا النقاب هنا، وفي الناس ممكن يشوفونك وتقول ترى يا ولدي فيها كذا راي في الاسلام، يقول في اللي عاد تكشف وجهها، في اللي عاد تلبس براحتها نقاب. يعني الوعي هذا مفقود، الحديث هذا مفقود، يعني حتى من نطاق الاسلام الدين هذا اغلبهم جاهلين في دينهم. يعني في اشياء في الاسلام ترى شوي فيها فسحه، بس بتلاقي كامراه سعوديه راح تشد على نفسها، راح تشد على تربيه بناتها نفس الشده اللي اتربت عليها. شيء طبيعي، هو يقول لك الصلاة هو قيام الدين، يعني أهم شيء في الإسلام هي الصلاة، يعني وبين الكافر والمؤمن هو ترك الصلاة. يعني الصلاة بالنسبة يعني للمجتمع السعودي هي أهم شيء، يعني معناتها فعلا تعتبر تزكية،
تزكية عالي جدا تكون مغفور لك زي النبي، بس انت خلي يعني عندك يعني هالرياضة مارسها 5 مرات يوميا وخلاص، انت تضمن كل شيء في السعودية، الوجهة الاجتماعية، الرضا التام من المجتمع، انت محل تزكية بشكل عالي يعني، خاصة عندما تكون في المسجد طبعا. اي طبعا يعني ما تكونش في البيت. من الاشياء المضحكة عندنا انه عشان الواحد يبغى يتأكد من زوج بنته روح يسأل الإمام، على فكرة عندنا عشان يزكي الإمام إنه يصلي عندهم دائم. يعني وسيلة يعني تزكية. جدا إيه، هي وسيلة اجتماعية فعلا تكون في مستوى اجتماعي عالي. ولكن المرأة عندها لا ليس مجبورة باش تمشي للمسجد، يعني ما ينجمش يسأل على امرأة هل تذهب للمسجد أم لا. إحنا مساكين ما عندنا لحية، ما عندنا عضو طوله كم سنتي. لا يعني المرأة في السعودية وفي الخليج يعني ما هيش مجبورة باش تمشي للمسجد، يعني تنجم ما تصليش وما يعرفها حد اللي هي ما تصليش. صح بس برضو ترى أهلها راح يلاحظون. لا يعني مهما كان الأهل أنت سلطين برضو حتى المرأة في الصلاة. لا حبيت نقول يعني الصلاة هي معناتها كيما نقول تزكية للرجل. ما هو الشيء التزكية للمرأة؟ شنية الحاجة اللي يخلي المظهر كالعادة، المظهر اللي لما تلبس تنورة طويلة، تلبس بلوزة سليف يعني طويلة، تلبس يعني عباية على الرأس بدون نقاب، الجوانتي اللي هو نسميه دسوس عندنا، تكون مسبحة مستغفرة بين كلمة وكلمة، هذه عادي يعني ختمت التقى والطاعة لله، اللي يعني تنكر عادي بكل وقاحة في المجلس نفسها أنها يعني الشيخة، حرام ما يجوز، اللي تتكلم يعني بهالأمور بصوت عالي، واللي ما تسمع أغاني على فكرة. فزي ما تلاحظ هي كلها عبادات ظاهرية، لأنه فعلا لو أنها عبادات داخلية كان حسناها على أخلاقهم. غالبا النوعيات هذه تجي غالبا يعني تجي غير طبيعية غير متوازنة، مفهومها للحرام للحلال غير متوازن، وتجي تعتبر راح يكون عندها تعامل مع الناس كأنه هذا تقي هذا غير تقي، فبيصير فيها زي الخلل، كل الناس تشوفهم يا تقي يا غير تقي، ما تشوف إنسان ممكن بتجرد يعني. المرأة في السعودية حتى الغير متزوجة منقبة؟ شوف للأمانة يعني هو النقاب الآن مش يعني هو غالب أغلبيتهم منقبات. إيه أغلبية منقبة، أغلبية النقاب عندهم فرض واجب، كشف الوجه يعتبر عار، المرأة وجهها عندنا عار يعتبر كشفه يعني، مع أن في مناطق عندنا مثل الجنوب كانوا شوافع يعني كان عادي كشف الوجه للأسف، بس الآن يعتبر شنار وعار. يعني الآن منتشر معناتها تغطية الوجه ولو حتى أنها غير متزوجة، ولكن كيف يتعرفون عليها؟ مانيش فاهم يعني كيفاش يتعرفوا على مثلا الرجل، طريقة الزواج عندكم يعني كيف الشخص يتعرف على امرأة؟ غالباً تكون قريبته، غالباً تكون شخص يعرفها يعني، بعضهم يعرفونه من أيام الطفولة فيعني يكون ضامر لا شيء من أيام الطفولة، وبعضهم يعني القبائل البدوية عندنا للأسف بناتهم يأخذون إلا من بعضهم البعض يعني بالولد عمها، بس يعني الأمانة هو يعني في اللي يعني شافها في النظرة الشرعية، هي موجودة في بعض المناطق النظرة الشرعية شافها يعني عجب فيها أحس أنها دخلت قلبه، بس هذه تعتبر يعني برضو من النوادر. ما معنى فما كثير لا يفهم وما معنى النظرة الشرعية؟ تفسر لنا النظرة الشرعية شنية؟ النظرة الشرعية أنه يحدد يوم خطبة، بنت تدخل المجلس اللي هو فيه هو يكون شايفها خلاص، حدد الجلسة مع بعض بوجود الأب والأخ والأخت أو أحد من كبار العائلة اللي بينهم يعني عليها ولاية، على البنت عليها ولاية يعني، فيشوف ملامح، للأسف الموضوع ما يتجاوز الملامح يعني التعرف، شوف الوجه اي وجه بدون عباية وبدون حتى غالبا بدون شيلة، فإذا شافها وارتاح لشكلها يعني خلاص، أنا عارف أنها مثل مسرحية كوميدية سودة بس هذا الواقع يعني عرض في فترينة، عرض من بعيد يعني بالضبط، قوم يلف فيه سوي فره. المهم يعني كل يقول لك كل منطقة وعاداتها وتقاليدها، ولكن سكاي هل هذه الأمور يعني أنت أكيد يعني سمعت إلى معناتها الأشخاص الكبار من عائلتك وكل شيء، هل السعودية كانت تعيش هذه الظروف من قبل؟ كيف كانت السعودية في السنوات 60 والخمسين
كيف أنا اللي أشوفه حتى من الكتب المصورة أن حياتهم كانت طبيعية، فعلًا كانت طبيعية، يعني كان الوضع جدًا على الفطرة، يعني كيف على الفطرة، يعني مفهوم إنه ما في تعقيد. الوهابية يعني فعلًا الصحوة ما سوت خير لأنه عقدت الأمور، يعني مثلًا في حكم فقهي إسلامي سهل وينأخذ فيه، وأغلب الدول العربية عندنا يأخذون فيها، لا هم اختاروا إنهم يأخذون العيشة الصعبة الطريقة المتشددة في الدين نفسه، يعني الفقه المتشدد إن صح التعبير. فالوضع زمان كان فعلًا مثلًا الأهل جلسوا مع بعض، الإنسان يقدر يتزوج اللي يحبها بشكل أسهل، يعني كل الأشياء اللي صارت الآن محرمة كانت راح تدخل لهم بالسهل جدا وتكون عادي في حياتهم اليومية زي أي تطور يحدث الإنسان في المجتمع بدون شغل تحريم وفتاوي وتعقيدات ومشايخ فوق المنابر يحرمون ويديثون ومدري أي من يدخلها عليهم ومدري إيش، لأنه فعلا الأمور كانت سهلة عندهم زي ما قلتهم، ناس على الفطرة، ناس يعني ما يفوش يعني حرام تعقيد اللي صار لنا بعد الصحوة. تجربش تعطينا فكرة على الصحوة وكيف تقبل المجتمع السعودي الصحوة؟ البداية ما حد تقبلها على فكرة، يعني في البداية صار زي اللي يعني شلون مثلا أقول لولدي لا تجلس مع زوجة أخوك وهي هو أصغر منها مثل الطفل يعني عشان توه بلغ. ففي البداية كان زي التحسس، يعني شلون مثلا هذا تغطى عنها وأنا حياتي كلها معتبرة مثل أختي. أنا أذكر يعني كلام جدي وأهلي وكذا كان كلامه زي لي، يعني في البداية زي لي التحسس زي الاستغراب، بس قوة يعني دعم الحكومة للمشايخ هذولا اللي هم حطوهم في المنابر غصب على الناس وحطوهم في أماكن يعني نقول صراحة أماكن يكون الاستماع للناس فيها بشكل أقوى مثل منابر المساجد. فلما بدأوا يتكلموا عن هذه الأشياء محرمة وأنه الناس بدأوا مع الوقت أخذونا ممكن فعلًا إحنا اشترانا على الدين، إحنا نعرف نصلي ونعرف، بس يمكن هذول بما أنهم مشايخ وعندهم لحية عارفين كل شيء، أكيد أكيد هم فاهمين الدين كله، ما خلاص ربه لحية وقصر ثوبه أكيدنا فاهم الدين، الله يغفر لنا جهلنا والله يسمحنا على اللي كنا فيه. فهم يشوفون إنه كانوا في جهل يعني بسبب أفكار المطاوعة اللي حطوهم آل سعود الحكومة في المنابر، خلوهم قصرا وقهرا يضطهدون المجتمع. يا أخي يكسرون الدشوش، يكسرون التسجيلات الغنائية، يكسرون الأعواد، يعني عيشة ظنك، الحمو الموت إياكم والحمو، فرقوا بين البيوت عوائلهم، لا خلوا إنسان يعيش ينام ويرتاح حط راسه برتاح. الحمو هو زوج أخو الزوج. الحمى يعني الحمى. إيه بس الحديث الحمو الموت، تعرف الحديث ما أدري إذا قد سمعته. فهو يعني يعني صراحة الصحوة شتت شمل بيوت كثير، سببت عاهات نفسية إلى الآن قاعدة أتكلم معه في تويتر الأصحاب اللي عاشوا فعلا فترة بشدة، ومن مع فكرة والدي يقول والله كانت أيام سودة، كل فعل نحسه كأنه ذنب، كل فعل تحسنا مراقبين عذاب نفسي ما يعلم فيه إلا الله، الواحد ما عاد يثق في زوجته، ما عاد يثق في بنته بكثر ما يسمعون قصص الحرام والزنا والسوق وأي وكل شيء المرأة كله زنا. فصار حتى في تشتت يعني تشتت في الأفكار، تشتت في العوائل، تشتت في الحياة الاجتماعية بسبب هالصحة وفعائلها فينا. حياة يا رجل السعودية 2005 يناقشون في منتديات ويكفرون ويديثون اللي يطلع الزوجة بطاقة الهوية المدنية، 2005 يا جماعة الخير، 2005 كم قانون صار في حق المرأة في حول العالم وحنا باقي يتمشكلون على سالفة البطاقة المدنية. فالصحوة ما سوت خير فينا، وسياقة السيارة ما سوت خير، سياقة السيارة خليها سالفة ذي ثانية، والرياضة وحتى انه يعني يقول لك رياضة المرأة في المدارس لا حرام، تشقق ايش المهبل عنده ولا يصير له شيء، افكار دمار، افكار الناس عندهم برانويا حادة، امرضون الله يمرضهم. غير الشيوخ اللي هما معناتها شاركوا في هذه عملية تشغيل المجتمع، نعم تشغيل المجتمع على فكرة على يد الحكومة، ولا قبل ترى ما كنا نعرف الملك فهد كان السبب الرئيسي في ان هالنوعيات تدخل علينا، ولا احنا ما كنا نعرفهم، مجتمعنا من زمان مصلي راضي ربه على مفهوم الإسلام المعروف القديم، لين الحكومة هي بنفسها دخلتهم غصب علينا، حطتهم في المنابر ودعمتهم بالفلوس على فكرة، يعني ايش الاحقاق الحق ان السبب كان الملك فهد هو اللي دخله غصب علينا، وما تعرفش شنو السبب؟
طبعا سبب زي ما انت عارف، انا متاكده 100% انه في قوه ما تبغى ان السعوديه تكون زي اي دوله عاديه او لها وجود حق حضاري، تبغى تدمر احد اي مجتمع، خلى اي يعني طريقه اصوليه للدين، خلى كذا هي في المنبر، هي في الجو العام، هي اللي في الاعلام، هي المسيطره، اكيد راح تنتج جيل منخفض في الوعي، منخفض في التنوير، طبيعي. بالفعل، ولكن هنا معناته ما هي مشاركة الأب أو الأم؟ أول شيء أسألك سؤال، يعني في المجتمع السعودي أو الخليجي بصفة عامة، شكون عنده تأثير أكثر، الأب أم الأم؟ في التربية زرع البرمجة يعني في اللاوعي، حتى الأم بطبيعة الحال، الأب يخلف ويمشي بس يجيب الأكل ويشرب ويا بس في يعني في النهي والقرارات الرئيسية الشديدة، لا الأب للأسف. أنت زي ما تعرف إحنا عندنا نظام اسمه الولاية، زي النخاسة، عبيد النخاسة، الولي هو اللي يتحكم في كل شيء. أي إذن معناتها الأم يعني اللي هي مضطهدة من طرف هذه الصحوة، هي بيدها شاركت في تربية أولادها على الفكر عليك نور متشدد، عليك نور، السبب أنها مضطهدة، هي نفسيتها نفسية المسلوب المضطهد اللي ما عندها طريقة غير كذا، ولا تعرف طريقة غير كذا، ولا عمرها قد شافت يعني فئات مختلفة ممكن تعطيها مثال ولا تنوير ولا أمل بأنها تكون زيهم، فغالباً يعني هي مسكينة تمارس اللي مورس عليها. لكن أنا عندي قناعة أنه هذا موضوع خيار، عشان كذا ما أقدر أتعاطف معها بشكل كامل. يعني تقدر مثلاً أبوها كان يمنحها مثلاً من أشياء معينة، هذه الأشياء معينة أصلاً حق من حقوقها، إذن ما لها حق تسوي نفس الشيء، تحرم حق بناتها نفس الحقوق اللي أبوها حرمها منها. الأمهات وصل فيهم قوة الخوف أن بنتها لو جاءها تحرش والاغتصاب ما راح تقدر، ما تقول لها وريني من اللي اغتصبك من اللي تحرش فيك عشان أنا أفضح، راح تقول لها أسكتي. هذه مصيبة، مصيبة والله العظيم أنها مصيبة. يعني إيش يعني فضيحة تفضح البنت؟ فضيحة صارت لما هي ضحية المشكلة. فأنا عندي قناعة أن المرأة، أتكلم عن جيلنا حنا اللي هو الجيل القادم للتربية والتنشئة، أن حنا كلنا عشنا في جو اضطهاد، كلنا نكت حقوقنا بطريقة ما، بس عندك خيار أنك ما تعيشين بنتك ولا طفلك تربينه على أن هذا الشيء طبيعي. أقل لها نبتي في داخل رأسها أن هذا حقها، ومن حقها تطالب فيه، ومن حقها أنها تناضل عشانه، ومن حقها أنها تمارس حقها. أنا في قناعتي أنا أشوف في فعلا في خيارات. المرأة عندما تقوم بذلك الفعل، أنت قلت معناتها هي تمارس ما مورس عليها وأنها عندها الخيار، ولكن لا ترى أن المرأة أيضا عندها ضغوطات عليها من طرف الأب أو من طرف الولي أو من طرف حتى القانون والسلطة، فهي معناتها تقوم بذلك معناتها خوفا على أن أولادها يطلعوا يعني خارجين على القانون. شوف أنا ما أنكر أن السلطة والحكومة والوالدين والمجتمع لهم ضغط قوي على المرأة، بس أقل لها إذا ما قدرت هي تجيب الحقوق لهم، فهم أن هذا حقوقهم. يعني تقول إيه شوف هذا حقك، إيه أنا أؤمن أن هذا حقك، يعني تزرعها في بالها أن هذا حق البنت، ما تسكت وتقول لا هذا غلط، لا هذا حرام، خلاص عيب يا بنت. ولدها تقدر تخليه مثلا ما يجيس حقوق بناتها مستقبلا، مثلا لا صار مثلا ورث، لا صار شيء مثل مستقبل بنتها، أنه تبغى تدخل جامعة، تبغى تدخل دكتوراه. الآن ترى على فكرة في أخوان يتحكمون في أخواتهم ما تدخل مجال طبي عشان الاختلاط. طيب أنا كأم مش داري وأنا هو صغير أقدر أقول لها لا عادي، عادي ولدي قاعد تخدم، قاعدة تنقذ أرواح. تعرف تأثير الأم قوي مهما كان، أحيانا ترمي الكلمة تقولها كذا ما تقصد فيها تربية، بس إنها تأثر في الطفل. يعني أقلها تقول له يعني لا اللي أختك لا صارت في الطب، العكس افرح لأن تنقذ روح. الكلام الحديث اللي بينها بين طفلها أقلها يكون واعي متنور، إني يعني عندي قناعة 100% أن حتى لو فرضنا أن المجتمع لا زال على نفس الرتم، وهذا مستحيل طبعا، القوانين ولو شكل بسيط راح تكون في صالح الأنثى، البنت، المرأة. وإذا فرضنا أن الوضع زي ما كان وزي ما صار نفس الحال بعد 10 سنين، عندي قناعة أن كل شيء يبدأ من الصغر، يعني زي نواها الصغيرة أنت تشكل خلية. لو شافوا الناس كيف حياتك تمشي بقناعة وتمشي يعني تمارسينها بقناعة، راح يتأثرون وراح يمارسون زي نفس ممارستك. إحنا نعرف أن إذا شفنا ناس مقتنعين بحياتهم تأثر فيهم، يعني حظهم مارسهم الشيء اللي هو مخالف للتخلف بس بقناعة، فنتأثر بطريقة ما الناس يتأثرون يتغيرون شوي، يزحزحون شوي، يتفتحون شوي. وعندي قناعة بعد لو الأم أثرت فولدها في حب القراءة، في أنه يقرأ كتب من صغير من أيام الروضة، يبدأ يتأثر ويصير قابل لأنه يقرأ، لا كبر لا صار
قابل القراءة أو للطلاع مستقبلا مستحيل مستحيل تكون عقلية زي أي شاب سعودي الآن مستحيل. فأنا أشوف أنها صراحة عاتق علينا كجيل جديد أن نحن نغير شوي فيهم في أطفالنا مستقبلا. إذا المجتمع يعني تعبان، إذا الحكومة دائما واقف ضدنا، فأنا عندي تربية أقدر أربي طفلي أقل شيء يكون واعي. وكذلك يعني بين الاثنين يعني بين الولد والبنت أربيهم بطريقة سليمة. هل الأم عندها كلمتها في العائلة؟ يعني من طرف الولد، يعني هل الولد يتدخل في أمه؟ مثلا لو أمه مثلا وضعت مثلا الطرحة أو وضعت النقاب ولا حاجة، ينجم يتدخل فيها ويأمرها أنها تلتزم؟ أو مثلا لو تعطي حرية لبناتها، هل يقدر الابن يعني الولد الذكر يعني نقصد؟ أنا عندي قناعة أنه لو أنه متحدين يعني بنات العائلة من الأم والهذا ما رح يبدأ عليهم أحد، بس الأم دائما توقف معاهم راح يصير ولد وجوده ضعيف جدا ضعيف، ما راح يكون له سلطة قوية عليهم. يعني أعرف كثير مواقف لولا تدخل الأم كان البنات راحوا فيها، كان عاشوا تسلط وقهر وغيظ، بس الأم شوف خلينا نكون صريحين الموضوع نسبي، يعني من كل بيت البيت نسبة قوة الأم ووجودها وقدرة الذكور عليها، لكن غالبا المرأة يعني الأم لها دور قوي نفسي. يعني الولد ما يحب مثلا الأم تكون في محل زعل، احنا عندنا تفكير بعد الولد يخاف من سخط أمه، لأن زي ما احنا تربينا الأم يعني إياك ودعوتها إلا حجاب، دعوة الأم مدرك ما بينها وبين الله حجاب، فتبدأ الأم تلعب هالوتر في تربية ولدها في أنها تقدر يعني تخليه يمشي معها على 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 الطريق اللي تبغاه. طبعا عندي قناعة لو بادم هو صغير ما راح يقدر يتحكم فيه، وهي كبيرة عندي قناعة حتى لو الأب أبوه متخلف الأم أثرها قوي جدا، لأن ارتباط العاطفي في الطفل فيها قوي. فأحيانا حتى هو مقتنع لأن أبوه زرع فيه عقدة ولا زرع فيه فكرة راح يتأثر وراح يصير لين، يصير شوي مرن، لأنه التعلق العاطفي أمه قوي مهما كان، مهما كان أي شيء يسلط عليه ما في مثل تعلق الطفل الذكر بالذات يعني في أمه. طبعا هناك عائلات في السعودية متفتحة في الداخل. اي طبعا 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 أكيد السعودية قارة. كم نسبتهم تقريبا؟ وفي يعني تعطينا فكرة على العائلات، معناتها لو أنت تعرف العائلات المتفتحة كيفاش عايشين يعني؟ صراحة 20% يعني هذه النسبة العالية اللي واو يعني هذه مبالغة من عندي، بس 20% معقولة. اللي أنا أتكلم عن مفهومي أنا، صراحة مفهومي أنا اللي مفتح ما ما ما, ما في أحد يشبهه في السعودية، لكن بشكل عام يعني الحياة الطبيعية إن صح التعبير، والله اللي يمارسون الحياة الطبيعية بشكل طبيعي أقدر أقولها 20%. يعني 20% يعني نجم نقوله نوعا ما عندهم نوع من التفتح. إيه 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 إيه. باهي نجمش تقول لنا كيف يعني تعيش المرأة السعودية يعني أياماتها يعني بصفة عامة، يعني تحركاتها وقت تجي تخرج؟ احنا نعرف مثل الولي يعني هل عندها نوعا ما حرية في التنقل ولو حتى بموافقة أهلها؟ لا طبعا البنت ما تقدر تروح حتى مشوار طبي ضروري بموافقة أهلها، طبيعي هذا الطبيعي عندنا، تبي شيء غرض أساسي للبيت مثلا اليوم نقص لبن ما تقدر تنزل تجيبه عشان تكمل أكلتها يعني لا طبعا لازم تستأذن كل فرد من أفراد العائلة، ولازم هم يعني إذا ما أحد راح له بدالها مستحيل تروح. فنتكلم عن نمط حياتها، صراحة نمط حياتها بئيس روتين قاتل يمشي على حسب مزاج رجل العائلة وعلى حظها هي، إذا أهلها من نوع اللي يطلعون أو من نوع اللي بيتوتين. يعني الغالب أن أغلب البنت السعودية حياتها ما يعني ما تتجاوز بيتهم وغالبا غرفتها يعني. فأنا أقول أنا أضمن من عندي أن أغلب حياة بنات السعودية هي حياة سجن، حياة سجن كل شيء من أبسط شيء إلى أكبر شيء في حياتها هي تحت رحمة رجال العائلة. ولكن الإنترنت فتح لها نافذة قليلة على الأقل. طبعا طبعا لولا النت على فكرة حتى الآن أغلب المتنورين والواعيين في السعودية أغلبهم بنات، وترى الفضل كله النت. يعني نسبة البنات أكثر من الرجال؟ طبعا طبعا في الوعي أوف أوف أوف. أصلا أنا لاحظت كيف بقول لك شيء، لأنه ترى الاضطهاد اللي صار لنا اضطهاد مو طبيعي بسبب الدين، بمسمى الدين بالفقه الذكوري اللي جانا عن طريق الصحوة عن طريق الوهابية، فعشان كذا البنت قابلة أنها تترك هذا التخلف. فأنا أقول لك إذا في شيء مستقبل منير ها نوعا ما للسعودية فهو عن طريق البنات بالتأكيد بالتأكيد بالتأكيد. يعني نسبة البنات أكبر كثير جدا جدا جدا.
وانت مثلا كامرأة شنو تنصح معناتها مثلا تو الكتب مش موجودة معناتها متوفرة معناتها خاصة لا في بي دي اف اذا تعرف نسخ بي دي اف الكترونية الكترونية يعني الالكترونية ترى لها فضل كبير في اني اتنور البي دي اف اي شيء طبيعي معناتها فيها معناتها على الاقل تنجم تحصل على كتاب ولو حتى هو ممنوع لان بالضبط اغلبها اصلا ممنوعه لا اظن انها موجوده في المكتبات الكتب التنويريه لا في السعوديه لا مستحيل يعني انت تتصور لو مش النات كيفاش تكون السعوديه الان اخ لا ما اقدر اتصور ما اقدر لا ما اقدر كان الان قاعد انا الان في يمكن هذا رابع طفل لي متزوجة من بدري وحالتي حالة وغالب بنات السعودية نفس التخلف القديم وغالبها راح يكون طموحها بس إنها تتزوج وتخلف وتجيب عاهات لا تربيهم بس تخليهم في الشارع ولا تخليهم على الخدامة لا والعياذ بالله يعني أنا أصلا ما أقدر أصدق إن صارت إنه معجزة زي كذا وأتمنى مستقبل ما ننحرم منها فعلا أتمنى إنه ما يصير يعني طارئ ويحرمونا من هالنعمة لكن هو مراقب طبعا أكيد المراقب بس في طرق ثانية بالنسبة للعنوسة معناتها احنا ديما نتكلموا على العنوسة في العالم انا ما اشوف في شيء اسمه عنوسة كل واحد واختياره ده ايش يعني عنوسة يعني ايش ماش بس يعني عنوسة يعني ما هي نظرة المجتمع للمرأة التي لا تتزوج والله شوف انا اتكلم عن عهدي والشكر للرب يعني عهدي تغير الموضوع حتى صارت مطلقة ما صار عيب عندنا مرة زي اول بالعكس مطلقات اكثر من متزوجات والعانس الان صاروا يحسدونها اكثر على من اللي متزوجة لأن فعلا فكرة تغير ترى فعلا فعلا فكرة تغير البنات تتكلم يعني السابق صار العنوسة عادي بالعكس حظها خصوصا اللي تجيك عانس وما عندها وعندها وظيفة واستقلال مادي هذه أكثر واحدة محسودة في السعودية يعني العنوسة يعني في السعودية يعني شيء يعني فخر هذه بالنسبة كمجتمع بينه وبين البنات إيه والله تعتبر نعمة بس ما هي فخر للأمانة لا لا زال في فيها أفكار في زي يعني الرجل ومدري كيف والزواج بعضهم باقي فيه تأثير طبيعي يعني بس أتكلم عن جيل اللي من جيلي صراحة وجاي في فكر إنه يعني بالعكس ما عاد في شيء اسمه بنت وصلت 30 يعني هذه خلاص مسكينة ولا حرام طافها الزواج لا بالعكس أنا أتصدق أنجح زواجات بنات العائلة هم اللي يتزوجوا من تقريبا 27 وطالع أنجح زواجات العائلة أكثر من بنات يتزوجهم صغار وعشان كذا بدأنا نلاحظ إنه يعني كل ما كبرت في السن البنت كل ما كان زواجها أكثر نجاح إنه خلاص صار عندها وعي صار عندها تنازلات أشياء تافهة يعني ما تخرب حياتها فأنا شوف الوضع تغير شوي فكريا وزواج الصغيرات مازال موجود في السعودية صح في بس إنه قل والله لما أنا ترى جاية في عهد كويس مقارنة بالقديمين يعني عمتي راح حتى زواجها ترى فكرة حتى ما قد بلغت انتظر لين تبلغ عشان يدخل فيها فارق بينه وبينهم كبير يعني الآن بالعكس صارت البنت اللي تتزوج بعد الجامعة وصار عندها شهادة وعندها هي المطلوبة تصدق حتى عند المتزوجين اللي يبغون يتزوجونهم يعني صارت اللي تخلص دراستها ويصير عمرها من 22 وطالع هي اللي غالبا يعني مطلوبة ولات أكثر مطلوبة من البنت الصغيرة جدا على فكرة حتى الموظفات هم المطلوبات الآن حياة تغيرت حتى الشاب السعودي صار يبغى موظفة يبغى واحدة معها شهادة عشان تساعده في الحياة فهمت في الحياة المادية وكذا تقوم معها البيت فللأمانة أقول لك أنا محظوظة صراحة مفاهيم الزواج الطلاق الارتباط غيرت عهدي كثير يعني مقارنة بالزمان طبعا مش بالقانون وإنما المجتمع هو اللي غيره إيه 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 يعني موجود الرخصة ولكن معناتها يا رجل الآن أول الوضع صار البنات يقدرون يخلعون يعني صار الخلع عندنا دي السلام عليكم فهذا الشيء صراحة تبسطني يعني تخليني أبتهج إيه معناتها بالفعل معناتها هذه أمور يعني المجتمع السعودي يعني يعتبر مثل في هذه المسألة دول إسلامية أخرى ما استطاعت يعني تعود لزواج الأطفال وتعود للمسألة لا زال بالصراحة الأمانة صار في قانون الآن في السعودية قبل ما أدري كم مدة ممنوع الآن تزوجون أصغر من 18 سنة أظن والله إذا ما خاب ظني أو أنه ما أدري أقل شوي فالآن الزواج القاصر على فكرة أنه إذا ما خاب ظني طلع قانون ضد عندنا في السعودية إن ما خاب ظني فأي لا زوج قاصر ما يختص الأهل الريف غالبا وتعدد الزوجات كيف تتقبل فكرة تعدد الزوجات المرأة السعودية شوف من الأشياء المضحكة أن الحياة الاقتصادية كانت في صالحنا من الناحية هذه الآن الحياة الاقتصادية صار فيه تضخم وصار فيه غلاء فالرجل ما صار عندنا على فكرة المهور غالية جدا فما يقدر الآن يتزوج ثانية صعب جدا أتكلم عن الشباب خلي الشيبان هذول حالة ثانية
فالتعدد عندنا صار صعب، ولعله الاقتصاد صار في صالحنا يعني. الآن رجل ما يقدر يفتح بيت ثاني، ما يقدر يتزوج ثانية بسبب الوضع المادي يعني. أحكينا فكرة على المهر في السعودية. وأقل مهر إذا ما خاضني 30,000 ألف ريال عدا ونقدا على فكرة. كم بالدولار تقريبا؟ أنا صراحة ما أعرف، بس أعرف العملة السعودية جدا منخفضة يعني مقارنة بالدولار. أوكي نشوف نبحث كم يعني. شنو مطلوب منه الزوج لكي يتزوج يعني 30 واو. ألف واو 30,000 هذا بس البنت. الخسائر الزواج 130,000 أقل شيء، غير أنه لازم يكون لها بيت لحالها، لازم يكون لها يعني غير يعني سالفة أنه يكون عندها يعني بيت لحالها، أنه يعني هو اللي يصرف غالبا. فيعني في صراحة تكاليف يا رجل. عندنا صلاة أو إيش نسميها يعني، ما أدري تسمونها أنتو، الاستراحات أو صلاة الزواج أقل شيء إذا ما خاضني 50,000 ريال. فيعني الزواج عندنا صراحة صعب. سالة الزواج انتم وقت واحد يتزوج يعمل يعني سالة زواج يعني؟ لا هي تستأجرها، هذا إيجار على فكرة. لا تستأجرها نعرف، أما هل السعوديين وقت يتزوجوا من المفروض في الإسلام يعني ما يحتاجش إنها تعمل سالة؟ أي لا هو على مزاجهم ترى الإسلام يعني، في أشياء إيه وفي أشياء لا. يعني مثلا الإسلام يقول لك خذها ملكها وامشي يعني، طبعا لا يعتبر عيب يعني، يعتبر قصور منك. الصحوة أو ما يسمى الحكومة لا تكون ضد أن واحد يقوم بحفل زواج يعني متكلف بهذه الطريقة في قاعة أفراح يعني عادي، ما هيش هذه للأمانة ترى لها دخل بالعادات والتقاليد. يعني صراحة الزواج يعني تأثير العادات والتقاليد فيه أكثر من الدين غالبا، أقوى يعني صراحة. إيه في الزواج غالبا إيه. إذن معناتها تشوف معناتها اللي أنت المجتمع السعودي بسبب غلاء المعيشة أصبح تعدد الزوجات قليل جدا وصعب فعلا. صعب، وزواج الصغيرات أصبح تقريبا قليل جدا. لكن حبيت نعرف هوني، هل شنو معناتها وجهة نظر المرأة السعودية بحد ذاتها، وكي بدأ رجلها متمكن ويقولها باش نتزوج عليك، شنو ردة الفعل بتاعها؟ شوف هي تنقسم على حسب العمر صراحة. الجديدات الصغيرات السن يعني من عمري طالع أو شوي يعني بين منقول يعني من 20 إلى 30 سنة، هذا ما راح يتقبلون أبدا، غالبا تنتهي بالطلاق. القديمات غالبا يتقبلون الوضع لأنهم قديمات وتربوا إنه هذا يعني اللي حاصل خلاص تقبله، وش بتشتتين بيتك وما أدري وش، ولا تعرف أفكار القديمة عشش في دماغهم يعني. فالقديمات بيتقبلون غصبا عنهم للأسف، والشابات غالبا تنتهي بالطلاق. تنجمش تحكي لنا على مسألة التحرش؟ يقولوا التحرش الجنسي في السعودية كبير جدا. تنجمش صراحة مقارنة بمصر لا. مع انه لاني شفت، انا صراحة سمعت المصريات وكلام وكذا في فيسبوك. شوف للأسف المرأة من قوة ما هي يعني تم يعني فعلا تم قهرها واضطهادها. المرأة يا رجل لا يمكن، حتى الموضوع تطور وصار في اللاواعي، أن تكون في دماغهم إلا شيء جنسي. يعني غالباً نظرتهم مساكين، قوة الغسيل الدماغ اللي صار لهم في أحد الثمانينات والصحوة. المرأة شيء جنسي غصب عنهم يعني. الآن أنا لو أطلع في الشارع هو في اللاواعي عندي خلاص ما يشوفه إلا شيء جنسي. فالأمانة ما أقدر أقول لك أنه يعني تحرش مدري كيف، بس بنفس الوقت أنا متأكدة من أغلبيتهم يشوفونه شيء جنسي. يعني تحرش فكري جدا يعني، نظراته أقدر أعرف صوته تغير، واضح إنه يشوفني شيء جنسي. لا يمكن يشوفني شيء يعني كيان كامل واعي نفسي نفسه، هذا اختلاف يعني عضو وكيسين دهنيين، غير كذا فعلا قاعدة أحلم يعني. والأتبا الصدق هذا الموضوع يختلف من منطقة لمنطقة. يعني مثلا في أهل الغربية عندنا، ما أنه تعرف أهل الغربية فيها خليط يعني، خليط سكاني يعني من ناس من عراق ثانية. فلما في جدة كل وضع مختلف عن مثل الجنوب على الوسطى، فيعني صراحة الموضوع نسبي. لكن غالبا أنا أجزم أن الرجل شفنا شيء جنسي أكثر من أي شيء ثاني بالفعل يعني. حتى ولو مش ليس تحرش مباشر، ولكن على الأقل تحرش نظرة تتكفي. نظرة نظرة يعني ينظر لها.
سكاي تنجمش معناتها تقول لنا معناتها كيما نقولوا احنا الاي بي سي يعني الالف ب ج كيف يعني بصفه عامه المراه او الام بصفه عامه اللي هي قلت لي انت عندها قيمه في المجتمع الخليجي والمجتمع السعودي وايضا هذه القيمه بسبب الدين لان تعرف ان الجنه تحت اقدام الام عليك نور اي بالضبط انها معناتها تشارك في تغيير المجتمع السعودي ومعناتها في حاله مثلا سواء مثلا النات قل يمكن يقل النات احنا ما نعرفوش منطقه الخليج على ماذا قادمه الان مع التطورات والاوضاع وقوه ايران وتراجع ما يسمى كبير في الوضع السياسي للدول الخليج في منطقة الشرق الأوسط خاصة مع الأزمة الاقتصادية ومع البترول. كيف ترى أنت الأم تشارك؟ أعطينا مثلا نقط معينة A, B, J, D. فهمت؟ أنا أعتقد أولا أنها تفتح عقلها، يعني مثلا تبدأ بمفهوم يعني القرآن، نقد الحديث، التاريخ الإسلامي، تبدأ يعني صراحة تبحث عن الدين هي اللي هي ملتزمة فيه اللي هي تؤمن فيه. ثاني شيء بعد ما تقرأ وتطلع وتتنور هي بنفسها، لأنه صراحة أنا عارف إنه فعلًا مقبلة على شيء أسود. فنقول مثلًا لو انقطع النت تكون عندها نسخ كافية صراحة من الكتب البي دي إف، عندها نسخ كافية من مقاطع تنويرية. ثالث شيء اللي أنا مقتنع فيه برضو التربية، تربي أطفالها انه انتم متساوين، انه انت مالك سلطه على اختك، ان انت الحقوق اللي انت تشوف المجتمع قاعد يحاربك عليها هذا حق لك، حق لك، وجاهدي عشانها وخليها او حاولي انه اذا كان الزوج متصلب ان انت تقنعينه تقولي له ان هذا حق من حق بناتك. ما توقفي ضد بناتك مع الرجل اللي هو كان زوج او اخ او اب، ما تخلي الأحد سلطة على عيالك في التربية المستديمة مثل الأفكار المتخلفة، الأفكار السلطية. أنا أشوف أن هذا اللي صراحة يخوف، أنها إذا فعلا خلت لطفلها الولد سلطة على بنتها من صغيرة، وإذا فهمت بنتها أنها لا تقول أشياء معينة لأنه عيب لأنه حرام، أعتقد راح نكون يعني نعيد أنفسنا ونعيد نفس التخلف اللي إحنا كنا عايشين فيه. فأشوف أنه يعني ما أن أمهات مستقبل هم بنات جيلي، التربية والقراءة والتنوير هي مستقبلنا، كتب البي دي اف نحملها نقرأ يعني نحاور بما أن النت الآن متاح عندنا، أعتقد أن هالأشياء راح تغيرنا مستقبلا. يعني أنت تشوف أهم حاجة هي المطالعة والمعرفة هي سبب التغيير؟ أنا أشوف أنها كذا فعلا، يعني مثلا تحاول شوي تكون مرينة وما تخاف مثلا من أنها تعطي المخها الحق في السؤال، الحق في التفكر. شوف الأشياء اللي إحنا دائما ربنا يقول إنها دين هذا دين ربي، تتدعي شرع ربي، ابحثي فيها. طيب شوفي أنت، شوفي ابحثي عنها في التاريخ الإسلامي، اقرأ عن الفقه الإسلامي، الأمور هذه شوفي إذا هي فعلا الإسلام زي ما يقولون كذبوا علينا سنين، شوفي إذا هي منها ولا لا. أتأكد إن مليون في المية راح تغيرك تماما بشكل جذري طبعا، وخاصة إن هناك مذاهب كثيرة يعني في الإسلام، مش يعني الإسلام السعودي فقط. عليك نور يعني وراح تعرف أن 3/4 العادات اللي صارت لنا وصارت أشد علينا من قبل كانت بسبب الفقه الذكوري اللي السابق اللي يختارون أشد شيء على المرأة ويحطونه فينا ويبتلونا فيه. يعني معليش كبنت سعودية كم مرة حرمتي من وظيفة الدكتوراه ومن حلم وطموح الدكتوراه عشان قالك أبوك حرام الاختلاط؟ طيب في الحرم في اختلاط، ما شغلتي مخك؟ ما قلت إن أبوك غلطان وقاعد يستغل الدين على حسب سلطة الذكورية؟ أنا بقول لك شيء، واحدة من صديقاتي، شوف بس عشان تعرف النضال أنواع وإنه تقدر تناضل حتى لو كان كل ضدها، من مجتمع جدا جدا متشدد، أخوانها اثنين طاوعة، يوم ما قدر عليها أخوانها يقنعونها تغير تخصص الدكتوراه راحت لأمير المنطقة وكلمتها وقالت، لأن هو بنفسه أقنعهم أمير منطقتنا حنا. وفعلا دخلت الدكتوراه وراح تكون يعني الدكتوره قد الدنيا. فلما تعرفين حقوقك راح تناضلين عشانها، لما تتنورين وتعرفين ان عندنا حقوق لنا ان اكلت وانغصبت راح تناضلين بشكل لاواعي. تعرفي حقوقك بعد، اعرفيها، واعرفي ان كل شيء يقوم بده هو كذب تسلط.
بالفعل بالفعل، يعني كلام جدا جدا ممتاز. يعني في الحقيقة كثير معناتها عندنا نظرة معناتها سلبية عن السعودية، عن منطقة الخليج، وخاصة أن المرأة ليس لها دور نهائيا، ولكن حسب معناتها الكلام والمقابلة هذه معناتها ظاهر القوة نتاع الرغبة في تغيير الوضع، والمرأة هي اللي معناتها تشارك في هذا التغيير في الأجيال القادمة اللي تطلع. يعني فأنت مثلا معناتها من جيل معين، يعني تشوف اللي ثم أمل إن منطقة الخليج ومنطقة السعودية بحد ذاتها يعني تكون سباقة في تغيير المجتمع؟ عندك أمل؟ طبعا أنا متأكد أن مثل ما قلت نهاية نهايات المرأة، ونعرف أن دور المرأة مش مزحة، دور المرأة كبير سواء مضطهدة ولا غير مضطهدة، دورها العاطفي دورها الوجودي كإنسان حتى لو كانت مضطهدة له تأثير قوي على الجيل اللي تربيه، مهما يعني قلنا مهما فعلنا مهما نوعية البنت كانت في أي مجتمع دور المرأة كبير أصلا، سواء هي يعني استوعبت أو ما استوعبت، بس اللي مستوعبين قديش دورها كبير أعتقد راح يعني مستقبلها راح تتغير يعني كسعودية، إنه في نوعية تربيتها ونوعية يعني نظرتها لتربية الذكر والأنثى في العائلة يعني. أو في شيء كمان الآن فيه هاشتاج في تويتر اسمه إسقاط الولاية، لها أكثر من شهور، سبب تصدقون السبب يعني الهاشتاج هذا في قوانين تغيرت يعني لهذا التأثير، يعني انترنت يؤثر على شايف كيف؟ شايف كيف؟ جدا صراحة أنا يعني مبسوطة تويتر لا دور كبير يعني في قوانين تغيرت بصالحنا بسبب هاشتاج إسقاط الولاية. يعني لهذه الدرجة يعني نعم نعم المرأة السعودية فعلا فعلا غير، وفعلا أنها إنسان مناضلة. حبيت نسألك مثلا تو احنا نعرف اللي الرجل السعودي مستفيد من كل هذه القوانين، يعني هو مسكين زي غير زينا يعني كمان صراحة يعني احنا يعني حبيت نعرف انا وجهة نظر الرجل السعودي على خاطر مثلا هو مستفيد اكثر يعني من هذه القوانين لاضطهاد المرأة، فهمت يعني طبعا يعني الورث يقدر ياكل ويسال السلام عليكم، يقدر يتحكم في مستقبل احد، تعرف الانسان الضعيف في انسان لما يشوف ان احد اضعف منه بيتنمر عليه ويحاول يعني يشفط طاقته، فلما يصير بالطريقة دي عايش عيشة ملك، مستحيل يقدر يناضل عشان حقوقنا، إنسان عايش عيشة ملك أكيد ما راح يقبل إن يشوف إنسان طول حياته يشوفه تحت ومواطن درجة أولى درجة ثانية يكون مساوي له، لكن الحقيقة يعني عندك قناعة أن الإنسان مهما كان سوءه ما راح يقومه إلا القانون، فالمجتمع السعودي والشاب السعودي بالذات ما راح يقومه، ما راح يخليه يمشي زي الألف كثر القانون، فالعتب مو على الشاب السعودي ولا حتى على المجتمع، كل مجتمع فيه ضرر، العتب على الحكومة وعلى على 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 إصرارها وعلى تبنيها لقوانين ضد حقوقنا وضد إنسانيتنا، منها إسقاط منها الولاية، ومنها حتى في الأحكام شو اسمه في الحضانة، حضانة الأطفال، ومنها حتى في إصدار أوراق معينة لازم أو أشياء معينة، لازم وجود محرم، لازم وجود معرف، لازم وجود ذكر، لازم تدري إن عملية ما أقدر أوقعها، أي عملية أنا أقدر أسوي إلا بوجود ذكر من العائلة، تدري ولا ما تدري؟ الوضع حالة صحية جدا مأساوية، ما أقدر إلا بتوقيع رجل العائلة، هل يعقل يا ناس؟ هل يعقل أنا عندي عملية قيصرية شوي أموت، أبوه مثلا مسافر، أي علة، ما عندي غير أنا نفسي، كيف أولد اللي لازم توقيع أي واحد من رجال العائلة؟ يعني يمكن تموت يعني طبعا 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 كله أتحدى أحد ينكر أن هذا موجود، مو بس هالأشياء الغير الإنسانية يا رجل، في أشياء كثير والله العظيم يا رجل ما تقدر تتوظف المرأة إلا بموافقة أي ولي من أولياء عائلتها، تدري كثير تنأخذ رواتب بناتهم من تعبهم وشقاهم ساعاتهم في الشغل، ما في قانون يقدر يقف معاها، الآن تدري لو كذا بنت عرفها وبنات يعني راحوا فيها لأنهم ما يقدروا يشتكوا للشرطة، لأن الشرطة راح ترجعها البيت وتقول شو نسوي، ما نقدر ندخل بين عائلة، قانون قوانين مجرمة في حقنا كبنات، والحكومة هي السبب، وبرجع أقولها وأقول السابع حفيدي من أحفادي، الحكومة هي اللي ساعدت هذا الظلم، الحكومة ثم الحكومة ثم الحكومة. بالفعل شيء مؤسف، شيء مؤسف، يعني احنا ما نش عارفين علاش الحكومة يعني معناتها مواصلة في هذا الطريق، يعني رغم ان الشعب او اكثر الناس يعني ضد هذه
تصرفات وهذه القوانين الظالمة ضد المرأة وضد الحريات وضد كل شيء. فأنت حتى قوانين ما تمشي إلا بضغط دولي. تخيل أن أغلب القوانين اللي مشت علينا وصالح كلها عشان لا يتفشلون قدام العالم قدام حقوق الإنسان، كل هذه عشان أغلب القوانين عشان الضغوط الدولية. على فكرة يا أخي، في قضية صارت بنت في الشرقية لو تدخل هياري كنت ما حد درى عنها، اللي اسمها بنت القطيف لو تثبت. تخيل ما هي القصة؟ هذه قصة طويلة بس يقدرون يبحثون عنها. اللي يقول هذه قصة بنت القطيف اغتصبت، وحكم حكم القاضي الملعون. على فكرة صراحة حتى ما عندنا أحكام واضحة، المزاج شو اسمه القاضي وهي اللي تمشي أغلب الأمور. فشو اسمه، فحكم ضدها هي مع أنها هي المغتصبة. كيفاش حكم؟ فيبحثون عن القصة وشو يعرفون الحقيقة. حتى القانون يعني ما أخذ يعني حقه الكامل، ما أخذ حقه من العقوبة، فشيء مجنون. المهم من هلالي كلمته تكلمت في الإعلام، هالكلام سالفة أعتقد 2004-2005. فلولا تدخل هلالي كلمته صار ما كان الملك عبد الله مدري من اللي كان في عهد ذاك الوقت يحل القضية. تخيل شوف المهزلة، حقوقنا ما نقدر نخلها بضغط دولية. اللي يبغى يبحث عن قصة اسمها فتاة القطيف المغتصبة بيعرف السالفة. لا لا يعني المغتصبة هي الظالمة، لأن شيء مجنون يعني. وانتم هناك معنى الاغتصاب، هل يتم خطر احنا مثلا عندنا في شمال افريقيا او حتى في عدد الدول العربية انه المغتصب له الخيار معناتها ان يتزوج المغتصبة او ان يمسك السجن؟ حتى انتم نفس الشيء؟ لا 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 لا، في مثلا اعتقد عقوبة جلد تعزير، بس غالبا ما راح يعلم، ما راح يجلس اكثر من اذا ما خضني 5 سنوات في السجن. بالاضافة ان غالبا الاغتصاب يسكت عنها لان تعتبر فضيحة، تعتبر عار. مين يجمش يتزوجها؟ لا لا ما عندنا قانون زي كذا، اذا انا ما اعرف ان عندنا قانون كذا ابدا ابدا. مش موجود يعني هذا القانون عندكم؟ لا لا لا، يعني يعاقب او يسكت عنها اكثر شيء. غالبا يسكت عنها، طبعا يعاقبه تعزير بس ما ادري كم جلده يعني. و السجن انا اؤكد لك ما يجاز 5 سنوات بالكثير. يعني يدمر انسانه ويتركها هكذا. ايه خليها يا ربك، القرف اللي هنا مش طبيعي في القوانين. فعلا قوانين جدا جدا ظالمه، قوانين مره 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 مأساوية صراحه. هي السعوديه ما عندهاش دستور، شايف كيف؟ وهذه علها من اكبر الفعل المآسي. تدري انه مثلا يكون فعلا اغلب القرارات خلل القرارات الشرعيه، مثلا للتعزير وما ادري كيف او القصاص او قطع اليد، هذه خلاص. بس في اغلب الاحكام ترى على حسب مزاج القاضي، تدري ولا ما تدري؟ يعني القاضي هو حكمه، هو رؤيه الموضوع، ما في دستور واضح للعقوبات. يعني ما عندوش معناتها قانون يطبقه، وإنما على حسب الشرع وعلى حسب وجهة نظره هو وعلى حسب في قوانين الشرع. خلاص القصاص قصاص، مثلا القطع قطع، بس في أشياء فعلا ما يحكمها الدستور. يعني مثلا ما يجيك مغتصب تسجن 2 سنين مثلا 5 سنوات تجلده، بس من فين جاب الأحكام هذه؟ طبعا من رأس مزاج القاضي، يعني على حسب القاضي اللي تقع عليه. اي انت وحظك، اي انت وحظك. المناطق، خلينا ناخذ فكرة على السعودية حبيبي. أنا معناتها هذه فكرة جاتني، المناطق اللي موجودة في السعودية تنجمش تقسم لنا كم منطقة يعني كبيرة معناتها يتقاربوا يعني الشعوب أو ما يسمى السكان بتاع السعودية؟ مثلا كما قلت أنت قبيليك سمعت قلت الغرب والجنوب والشرق، يعني هل السعودية يمكن نقسمها إلى 3 مناطق كبيرة؟ شو يعني شينا بين الصراحة، السعودية دولة فدرالية على الأقل، بما أنها دولة يعني قبلية ففي مناطق معينة يعني ما تشبه مناطق ثانية أبدا، لا في العادات والطبايع والكلام، لا أي فرق طبعا. يعني الغربية تقدر صراحة تكون إنسان شوية عايش بشكل طبيعي. يعني تقصد الغربية الحجاز؟ الحجاز لا، مو أي حجاز بعد، بس جدة. إيه يعني جدة أكثر من صمت. والفضل جدة أنها تكون غير بشكل نسبي بعد، مو مرة. للأجانب سكنوا عندنا وعندهم أفكار من قبل، تعرف يعني ما حد راح يفرض عليهم شيء، يعني ما أنهم أجانب بس ما أنهم اختلطوا وصاروا منا وفينا وبالجنسيات وبالعيش بالعمر، فأثرت في تكوين المجتمع الجداوي. ومناطق أخرى؟ المناطق الأخرى يعني برضو الموضوع نسبي، لكن أنا أكد لك مثلا الشمال والجنوب يعني أكثر ناس
فيهم انغلاق بالأمانة. شمال الجنوب والقصيم والمناطق اللي تحيط العاصمة الرياض. القصيم هي معناتها بلد ما يحتاج معقل المتشددين ما يحتاج هم اللي يعني ابتلونا بالوهابية يعني اللي حوله مو هم مساكنهم عانوا من الوهابية للأمانة لكن هم اللي يعني تصدروا المنابر في فترة الصحوة للأسف. هي منها يأتي عبد الله القصيمي. الله 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 هذاك إنسان فريد ومختلف. هذاك وردة في الصحراء يعني حقيقة. فعلا فعلا فعلا. يعني هذاك من الأشخاص يعني. الآن تساؤلات ترن في بالي والله. تساؤلات جدا في الصميم. أنا صدمت عندما تعرفت عليها أول مرة يعني قرأت له في عام 97 يعني أول ما أصبحت ملحد يعني 97 98 يعني صدمت. بدري. أن يكون هناك إنسان بهذا الوعي وبهذا الجمال وبهذا الإبداع. حتى طريقته ما تحس كأنه ناشئ عندنا يعني في ناس عندنا تحس فيهم إلحاد بس متأثر بالجو العام تحس أنه يعني في لمسة باقي من الجو العام هو أبدا ما تحس كأنه جاي من شبه الجزيرة العربية. أبدا أي ما تحس في لمسة حتى يعني. يعني عجيب يعني فعلا شخص يعني معناتها لا نقاش فيه يعني كتب متاعه والكتابات متاعه كانت لها تأثير كبير في العالم الناطق بالعربية. صحيح. إذن سكاي احنا الآن وصلنا إلى آخر الفيديو تقريبا قرابة ساعة واحنا نحكيه وفي الحقيقة استفدت كثير من عدة معلومات حول منطقة الخليج ومنطقة السعودية. حبيت نكمل نسألك سؤال هو مسألة الإنجاب. هل العائلات معك هل هناك نوعا ما قلة في الإنجاب أم ما زالوا يجيبوا بالعشرة وبنسبة كبيرة جدا؟ قطر احنا في شمال أفريقيا نقولوا للسعوديين يعني يتزوجوا عدد عندنا فكرة خاطئة نقولوا انهم يتزوجوا عدد زوجات وان كل واحد عنده 20 ولد و40. لا فعلا فعلا صحيحة والله هذه بس مو في الجيل الجديد للأمانة. بس اي لا مو في الجيل الجديد في الزواج لكن في الخلفة للأسف الشيء الوحيد اللي ما تغير هو الخلفة عندنا. للآن البنات يجيبون بالصراحة بين السنة والسنتين ثلاث أربع أطفال أقل شيء وهي مزوجة يمكن مالها ست سنوات للأسف. يعني الشيء الوحيد اللي ما تغير على فكرة الخلفة للأسف وغلبهم يجيب بدون. لماذا؟ يا أخي ما ننسى في سوابق في تراكمات هي شايفة أمها كذا جايبة وراها خمس وقبلها خمس وخليتهم كذا لله وفي الله للتربية للشارع للحياة فتفكر أن هذا الطبيعي. للأمانة مو الكل بس الأغلبية والله لا زال على الفكرة. حتى أنا أذكر واحدة يعني من بنات جماعتي استغربت تقول دوري يبغى طفل خامس. يعني إيش يعني يجيب طفل خامس لأنه يبغى أطفال كثير؟ مشكلنا بنات جيلنا يعني ما تقولنا من الجيل القديم. فعرفت إن صراحة الأشياء اللي بالذات هالفكرة دي ما تغيرت فكرة الخلفة ونجيب بدون يعني ترتيب وبدون تنظيم. وترى الفكرة للأسف تدعمها فكرة مجرمة جدا إسلامية اللي هي فكرة مكاثر بكم الأمم. لم تعرف النبي هذه شغلته بس اني وباهي بكم الامم اي لا تعرف النبي عنده عقدة نقص بس كل شغلته تشوفوا انا من اتبعني اكثر ناس انا نمبر 1 شايف هذا التفاهه هذا بتفخ انا اقول لك لو تشغل مخها بس وتشوف الاشياء اللي فرضت عليها كمان ما فعلا ما جابت اطفال كذا زي العاهات لا تربيهم ولا اللي يعني هي اعطتهم جزء من اهتمامها ومن كامل تربيتها وكامل حضورها معهم. يعني مسألة الخلفة ما زالت متواصلة حتى في الجيل. للأسف للأسف. ليس للأسف. جهل بمنع الحمل يعني لأن مثلاً منع. لأنه برضو في فكرة ثانية معلش خليني أقولها اللي هي فكرة كل طفل يجي معاه بركته. هذه ترى فكرة عندنا دينية قلت لك دي ما سوى خير فينا بالذات في الأمور الخلفة والله اللي هي مكاثر بكم الأمم وكل طفل يجيب معاه بركته. يعني كذا عشوائية بكل ما تعني الكلمة. تصدق إن أكثر القوانين اللي أتمناها في السعودية هي تحديد النسل. تدري ان عندنا تحديد النسل فتوى معروفه انه حرام حرام تحديد النسل. فيعني ترقبوا انفجار سكاني زي الصين. كم عدد سكان السعوديه الان؟ اعتقد 30 مليون 30 مليون رغم اللي كانت قبل 30 سنه واقل 10 ملايين او 12 مليون. اي شيء مخيف صراحه عدد كبير جدا. شكرا شكرا صراحة مقابلة جدا شيقة مع تخدينا معلومات مهمة جدا على منطقة الخليج وحول وضع المرأة والقوانين في السعودية ومنطقة الخليج. سكاي أنا أشكرك على هذه المقابلة وعلى هذه الشجاعة القوية كامرأة من قلب
من قلب العالم الإسلامي تتكلم بهذه الجرأة وبهذا النقد وبهذه الطريقة. أعطينا كلمة أخيرة توجهها إلى السعودية، معناتها سكان السعودية، أهل السعودية ومنطقة الخليج. أو شيء أنا كمان ممتنة لك لأنك أعطتني منبر أتكلم فيه وأقول رأيي وأقول الأشياء اللي أنا أتوقع أنها يعني ممكن تكون طوق نجاة لنا في المستقبل. أتمنى كمان أنه يعني كلامي ما يكون في محل يعني أو ما يكون مهب الريح، أتمنى أن يكون مؤثر. أقول بنات بلدي وبنات الخليج المتأثرين فينا وشوفونا إحنا أكيد المثل، أقول لهم أنه حياة أهالينا كانت شيء مفروض علينا، بس في عندنا إحنا خيار، والخيار هذا موجود في عقلنا، موجود في قدرتنا الهائلة كأمهات مستقبلاً، وارتباط العاطفي بأطفالنا نغيرهم. إحنا نقدر، لأنه فعلاً كل شيء يبدأ بشيء صغير. تقدرين أنت وأنا أقدر من هنا أغير، والثاني تغير من هنا، نقدر ننشي شوي جيل واعي، مجتمع شوي صاحي. لأنه فعلاً لو انقطع لنا النت يا بنات، لو صار لنا حرب، الأمور تتغير لو كنت شعب واعي، لأنك راح تكون في أي مكان وين ما تكون، تكون نابت وتكون مزهر وتكون واعي وتكون تكون عندك مناعة ضد أي شيء سيء وسلبي ممكن يطرى على عقل العائلة، على عقل المجتمع، ويصير أو نكون في مناعة من اللي صار في زمن الصحوة. بداية منا إحنا كبنات وكأمهات المستقبل. اللي برا الخليج اللي ما يعرف، أقول أنت تشوف إن البنت السعودية عشان لابسة عباية الراس ولا تشوفها محتشمة، أعرف إن أغلبيتهم فرضت عليهم. صدقني لو أنها أشياء بالقناعة ما حد راح يستر نفسه كأنه عار، ولا راح يشوف، ولا راح بنت تشوف نفسها كأنها مثار للشهوة، وهي المفروض تستر نفسها عن شهوتك لأنك رجل. صدقني إن اللي تشوفه أنتم تعتبروا إنه قمة الإيمان والصلاح كلها فرضت علينا. إحنا إلى قبل بداية الثمانينات كنا مجتمع زينا زيكم عادي وطبيعي. اللي قاعد يصير هذا بسبب الإسلام اللي أنتم تشوفون واو، وإن إحنا نطبقه بكل عقوق، غير صحيح. اللي إحنا قاعد نطبق هذا التخلف والمرض، وثلاث أرباع العوائل كلها مفككة لأنه هذا شك في هذه، وهي ما هي قادة تحمل فكرة أنه فوقها شخص يشوف أن الزواج من ثنتين أو ثلاث حلال لأنه الشرع حللها. في حياة، أقصد أن حياة الدين اللي أنتم تشوفونه وتشوفونه ظاهر فينا، مو لأنه أو كمان بقول حاجة، أنتم تشوفون أن الغنى اللي حنا فيه عشان الدين، وإحنا متمسكين في الدين زي أغلبية اللي يشوفونه كذا، فأنتوا غلطانين. هذا ترى فضل البترول، بعد ما يخلص البترول راح تطلع الفضائح صدق، وراح تطلع الحقائق صدق، وراح تشوفون قديش الدين راح يكون له أثر رجعي وقوي علينا. أفغانستان قادمة لو خلص النفط للأسف، ما أبغى أكون مشان بس هذا الواقع. فرجع أقول لك ترى حنا مفروض علينا كل هالمظاهر، صدقني إنه مجتمع مختلف تماماً في السر. فلا تخدعك المظاهر، لا تخدعك فكرة أحفاد الصحابة ومدري إيش، غير صحيح. ولو خيرت أي بنت وأي ولد سعودي إنه يختار يعيش هنا ولا يطلع أي بنت كافر، راح يختار يعيشها برا، لأن ما في أعلى من قيمة الحرية. مهما تشوف مظاهر عز وغنى وتقى وصلاح، ما في أغلى من قيمة الحرية. بالفعل. شكرا. بالفعل ليس هناك أفضل من الحرية، كما يقال التغيير هو الثابت الوحيد في الحياة. شكرا سكاي، شكرا، شكرا جزيلا. وأقول للمتابعين شكرا لكم على المتابعة، وشكرا على توزيع الفيديو لكي تعرفوا بصوت حر لامرأة حرة من داخل السعودية، من داخل الحدث، من قلب العالم الإسلامي، ومعه فيديو قادم. بسلامة.